حبيبي حياتي. لا ما رحت على الشغل. شو يا حبيبي ما رحت على الشغل؟ لا يا عمي لا، وين بدي اروح على الشغل؟ الوضع الاقتصادي صفر اول سنه، الوضع بخوف، وين بدي انزل على الفاضي؟ دخيلك لا حياتي مين قال لك على الفاضي؟ يا اختي ما سمعتي ميشيل حايك؟ شو؟ حياتي شو بيك بعد ما لبست؟ هلا منتأخر على الجامعة قول. من قال لك رح نسهر؟ لا لا مش رح نسهر اليوم لا. شو مش رح نسهر؟ لك يا حبيبي شو شو الله حكى لنا نحن وراجعين على الطريق تطلع شعبوي حدا يتعرض لنا؟ لا دخيلك ليش لا. ليش شو في سمعت أخبار في شيء؟ يا حبيبي ما سمعتي ميشيل حايك؟ شو؟ حياتي؟ ليه ما دفعت قسط المدرسة؟ ضروري الولاد ينشحطوا من المدرسة؟ ولادي أنا بينشحطوا من المدرسة؟ حبيبي خلص مش حرزاني خلص. شو مش محرزة؟ السنة بعدها بأولها يا حبيبي، لأنه يمكن بسبب المشاكل رح تصير بهيدا البلد يطير العام الدراسي، بنكون دفعنا المصريات على صوت على الفاضي. شو بك أنت؟ والله ومن وين جبت معلوماتك؟ لك يا حبيبي ما سمعتي ميشيل حايك؟ يلا مش عبالك حياتي ما عبالي وتعبان وما إلي نفس. لك يا حبيبي طب ما إلك شهرين على نفس النغمة، طب ما إمتى بدنا ن حياتي سأل ميشيل حيك. ميشيل حيك؟ آه.